بعونه تعالى تضافرت الجهود لإنشاء صرح خدمي يقدم خدمة جليلة للمجتمع. هذا هو الهدف المنشود، بناء أكبر وأحدث مركز لإكرام الموتى في المنطقة على أعلى المقاييس العالمية من حيث المساحة وتكامل الخدمات وتنوعها. غيب وذل طائف لا يغيب، أغيب بفضل من الله ثم بتكاتف عدد من الجهات الحكومية والخيرية ورجال الأعمال بمدينة الخبر، وبدعم من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، تم البدء بفكرة إنشاء مركز إكرام الموتى بالخبر. أجمل ما في هذا المركز أن العمل فيه هو عبارة عن شراكات. لم يتبنى هذا المركز جهة معينة أو فرد معين أو شركة معينة، وهذا طبعا مشتاق لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تم دراسة التصميم بعناية للمركز الذي يقع على مساحة تزيد عن 5000 متر مربع، ومساحة بناء حوالي 2600 متر مربع، وذلك بعد دراسة آلية التشغيل والعمل بالمركز وزيارة عدد من مغاسل الموتى سواء داخل وخارج المملكة. تم اختيار هذا المكان لأسباب كثيرة، أولاً لقربه من المقبرة، بضع دقائق من المقبرة، ولوجود حوالي 1000 موقف للسيارات، والجامع يتسع إلى قرابة 6000 مصلٍ، ويوجد مصلى للنساء على مدار الساعة، كذلك يوجد أماكن وضوء للرجال والنساء. كل هذا شجع على أن يكون في هذا المكان. يحتوي المركز على استقبال يتضمن مكاتب مهيئة للجهات الحكومية لإنهاء كافة الإجراءات بيسر وسهولة، ومن ثم الدخول إلى قسمين رئيسيين للنساء والرجال. يتضمن القسم الرجالي صالة انتظار كبيرة تستوعب أكثر من 120 فردا، بالإضافة إلى مكاتب إدارة المركز والمغاسل الرئيسية والخدمات المساندة الخاصة بإدارة المركز. يتضمن التصميم عدة مراحل تبدأ من مرحلة الاستقبال ثم مرحلة التجهيز، والذي يحتوي على ثلاجات الموتى، ومن ثم الانتقال إلى غرف المشاهدة والتي تحتوي على 6 مناطق للغسيل للرجال و6 مناطق للغسيل للنساء في آن واحد، ومن ثم الانتقال إلى غرف المشاهدة. ولكن ليس غيرك لي طبيب. كذلك بالنسبة إلى المغسلين، يوجد أماكن انتظار، أماكن تغيير الملابس، أماكن اغتسال، ملابس خاصة، يوجد بوفيهات، يوجد دورات مياه، ويوجد في هذا المركز أماكن خاصة للمعاقين، حيث أن بعض المعاقين يحبون المشاركة في التدريب. نسأل الله الكريم أن يجعل ذلك العمل في موازين كل من عمل وساهم به، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأسأله أن يكون العمل بالمركز وتشغيل المركز بالمستوى اللائق الذي يرقى بخدمة ذوي المتوفى وإكرام الموتى. والصلاة على الموت يرحمه، فظني فيك يا سندي جميل، ومرعى ذود آمالي خصيب. وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليبُ.